يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. النهاردة حلقة هتكون مهمة جدا كالعادة، دايما بيبقى عندنا العديد من الفقرات المختلفة اللي بتكون خاصة بكرة القدم سواء المحلية أو العالمية، وأيضا فقرات خاصة ببعض الألعاب الأخرى والمهمة أكيد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن الأهم بصراحة يعني في الفترة دي وهو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، وأكيد حالة من الحزن كبيرة جدا على كل جمهور النادي الأهلي وكل محبي النادي الأهلي في جميع أنحاء الوطن العربي مش بس في مصر. يمكن النادي الأهلي بيمر بفترة صعبة جدا، خلينا نعترف إن هي فترة فعلا صعبة على النادي الأهلي. النادي الأهلي يعني خلال 3 ماتشات خسر بطولتين، ماتش الترجي طبعا هناك في تونس ماتش الإياب، وظروف كانت صعبة، هي مش مبرر أكيد الخسارة، لكن النادي الأهلي في النهاية خسر البطولة أسباب أكيد متعددة سواء فنية أسباب خارج الملعب، أمور كلها أدت لهزيمة النادي الأهلي هذا اللقب الغالي واللي كان الكل منتظره. أيضا الخروج من البطولة العربية بعد التعادل الإيجابي مع الوصل في الإمارات بنتيجة 1-1، رحيل مستر باتريس كارتيرون، اخرهم طبعا امبارح خساره النادي الاهلي امام المقاولون العرب، رغم ان الفريق في الحقيقه الشوط الاول عمل مباراه تعتبر جيده في ظل الظروف المحيطه بالفريق وفي ظل الظروف اللي كلنا عارفينها كاهلاويه خلال الفتره دي بالنسبه للنادي الاهلي. الامور مش على ما يرام بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، لكن دايما بنبقى يعني متفائلين خير بالفريق خلال المرحله المقبله. دايما النادي الاهلي ما بيمر بكبوه بيقدر يرجع اقوى من مكانه، وده اللي اتعودنا عليه. لو تراجعوا التاريخ كده خلال الفترات كلها اللي فاتت، النادي الاهلي لما بيمر بكبوه ايا كانت ايه هي، يعني لو طولت بتقعد موسم او حاجه، لكن بعديها النادي الاهلي بيقعد عده مواسم بيقدر يفوز من خلالها بالعديد من البطولات، زي ما الجمهور دايما الاهلاوي متعود على الجزئيه دي. فبالتالي المطلوب اكيد دلوقتي في الفتره دي لعيبه النادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم، الجهاز الفني ايا كان الموجود دلوقتي او اللي هيجوا بعد كده، خلال ساعات او خلال ايام قليله جدا هيتم حسم هذا الملف. مطلوب جدا مسانده جمهور النادي الاهلي خلال الفتره دي، لان جمهور النادي الاهلي هو دايما العامل رقم واحد في استقرار النادي الاهلي وفي تحقيق الانتصارات المختلفه والبطولات المختلفه، وده شيء معتاد وشيء بديهي، لان انت عندك اكبر جمهور في افريقيا في العالم بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، هو بيعتبر نفسه هو اعظم جمهور في الكون، بيشجع اعظم نادي في الكون. لكن مهم جدا المسانده من جمهور النادي الاهلي. في انتقادات، في اخطاء على كل المستويات، عشان نبقى نتكلم بصراحه اكيد في اخطاء كبيره، لكن طبيعي جدا ان هي يتم تدارك هذه الاخطاء، وده اللي تعودنا عليه من النادي الاهلي دايما. فتره صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله ردة الفعل هي اتأخرت شوية. يعني النادي الأهلي كان المفروض أو اللي تعودنا عليه خلال الفترات السابقة إن لما بيخسر الأهلي بطولة بيبقى ردة الفعل بسرعة في المباراة التانية، الأهلي بيكسب والدنيا بتمشي والدنيا بتبقى زي الفل، لكن المرة دي ردة الفعل اتأخرت من لاعبي النادي الأهلي ومن كل المنظومة في الفترة دي. لكن إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر بشكل كبير جدا من خلال مباراة قادمة أمام بتروجيت يوم السبت القادم، مباراة غاية في الصعوبة سواء من الناحيه الفنيه او بما او بكل الظروف اللي بتحيط النادي الاهلي الفتره دي. لكن مهم جدا النادي الاهلي يتدارك الامور، لعيبه النادي الاهلي متواجدين اللي اكيد في ثقه كبيره جدا فيهم، رغم ممكن يكون في انتقادات للبعض وده شيء طبيعي جدا لما بتمر بفتره سيئه، فتره مش بتاعتك خالص، طبيعي جدا بيكون في انتقادات كبيره سواء على الجهاز الفني او على اللاعبين او بعض اللاعبين، خلينا نتكلم بصراحه. لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر جدا 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 ان هو يتدارك هذه الامور، ان هو يعدي هذه المرحله الصعبه، بس مش هيقدر يعمل كده غير بمسانده كل جمهور النادي الاهلي، وده اللي تعودنا عليه، شعار النادي الاهلي الدائم على الحلوه والمره معاه. احنا دلوقتي في المره، فلازم نفضل مع النادي الاهلي لغايه لما يبقى ان شاء الله يرجع للحلوه تاني، اللي مش هتطول باذن الله. يعني الفترات الحلوه بالنسبه للنادي الاهلي مش هتطول او مش هتتاخر عن النادي الاهلي، هتيجي على طول باذن الله الفتره دي تعدي سريعا. لكن الاهم زي ما بقول لحضراتكم اكيد مسانده جمهور النادي الاهلي، لان مساندته دايما بتكون مهمه. لكن خلينا لو نتكلم كده على النادي او على الفريق، ممكن البعض يكون بيتكلم ان بعض اللاعبين دون المستوى بالنسبه للنادي الاهلي، بعض اللاعبين خدوا فرص حقيقيه بالنسبه للنادي الاهلي او بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وما اثبتوش تواجدهم، ما اثبتوش قدراتهم بالفانيلا الحمراء. ممكن يكون الفتره مش مساعداهم، ممكن يكون عندهم قدرات قويه جدا، ممكن الفتره الجايه تساعدهم، الامور دي كلها هتتضح خلال الفتره الجايه. لكن خلينا برضو نفتكر، وده مش مبرر اطلاقا اطلاقا اطلاقا، ده مش مبرر، خلينا نفتكر ان في عدد كبير جدا من المصابين، عدد كبير من اللاعبين المؤثرين اللي غايبين عن النادي الاهلي خلال الفتره دي وعلى مدار المباريات السابقه الاخيره بالتحديد. لو هنيجي نتكلم على احمد فتحي، هنيجي نتكلم عن علي معلول،
اثنين مهمين جدا. هنيجي نتكلم على وليد ازارو في المباريات الاخيره فيما عدا مباراه الوصل يعني الشوط الثاني بالتحديد، هتيجي تتكلم على جونيور اجاي لعيب مهم جدا وشفنا دوره وتاثيره خلال المراحل او السنين القليله اللي فاتت مع النادي الاهلي، الراجل كان مؤثر جدا بالنسبه للفريق. بالتالي اكيد يعني غيابات بتاثر بشكل او باخر على النادي الاهلي، بتاثر بشكل او باخر على الاستراتيجيه بتاعه الفريق، على الانسجام ما بين اللاعبين. طبيعي جدا ان انت لما تلاعب فرقه بتلعب مع بعض بشكل جديد ممكن ما يكونش في انسجام، ممكن ما يبقاش في اداء، وده شيء طبيعي وبديهي جدا لما بيكون اللاعبين بقالهم فتره بيلعبوا مع بعض، وخصوصا لما تكون مجموعه اساسيه او قوام اساسي بالنسبه للفريق، اي فريق عامه مش نادي الاهلي بس، بالتالي بتستنى النتائج المنتظره وهو الاداء الجيد ثم النتائج الجيده والانتصارات. المؤكد ان شاء الله باذن الله ان الفتره دي مش هتطول بالنسبه للنادي الاهلي، احنا بالنسبه لنا او بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي هي كده طولت، لان جمهور النادي الاهلي دايما متعود على الانتصارات، دايما متعود ان النادي الاهلي ما يكونش مباراه تلو الاخرى، الامور دي صعبه شويه على جمهور النادي الاهلي اللي مش متعود على كده، لكن هي المره دي طولت لان زي ما بقول لحضراتكم رده الفعل من جمهور بالتحديد من فريق النادي الاهلي اتاخرت شويه، لكن ان شاء الله تبتدي رده الفعل من خلال مباراه بتروجيت. لو لا قدر الله النادي الاهلي السنه دي خسر بطوله الدوري، النادي الاهلي عنده 40 بطوله دوري، 40 بطوله دوري، رقم كبير جدا. طبعا ما يتمناش انه يخسر بطوله، لكن ان شاء الله خساره بطوله سنه واحده ان شاء الله هتقدر من خلالها ان انت ترتب امورك، ترتب اوراقك، ترتب فرقتك، ومن ثم طبعا العوده للانتصارات وتحقيق البطولات وكل البطولات الغاليه على النادي الاهلي ان شاء الله. الفتره الجايه مهمه جدا، الفتره الجايه محتاجه مسانده كل الاهلاويه بشكل حقيقي، بشكل حقيقي. ممكن ننتقد، ممكن يكون في عوامل مؤخره الفريق شويه، ممكن يكون في اخطاء على كل المستويات، ده وارد يعني مفيش حد ما بيغلطش، وارد ان يكون في اخطاء، لكن الاهم ان الاخطاء دي يتم معالجتها، ده الاهم، سواء بالنسبه للمجلس اداره النادي الاهلي، بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه للاعبين لازم يراجعوا نفسهم، كلها امور مهمه جدا 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 الفتره الجايه لازم النادي الاهلي يقدر يركز فيها. بخصوص مجلس اداره النادي الاهلي، ممكن يكون وارد جدا ان هم يكون عندهم انتقادات، في جمهور النادي الاهلي دايما يعني بيامل في الاحسن والافضل دايما، ده طبيعي، لكن المؤكد يا جماعه ان مفيش اي حد هيكون متواجد في المركز ده او مش هيكون متواجد على كرسي مجلس اداره النادي الاهلي او عضو مجلس اداره النادي الاهلي وما يبقاش همه الاول والاخير مصلحه النادي، او ما يبقاش همه الاول والاخير ان صورته وان ناديه اللي هو بيرأسه او اللي هو عضو مجلس اداره فيه ان يبقى شكله كويس او ان هو يتطور، ان هو يبقى احسن. اكيد في ادراك كامل لكل الاخطاء اللي ممكن تكون متواجده، وده شيء طبيعي لاي نادي في الكون، اي نادي في اي حته ممكن يكون عنده اخطاء، الاهم ان هي تتعالج، وده اللي بيقوم عليه في هذه الفتره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي نتمنى له طبعا الف سلامه، واكيد ان شاء الله الفتره الجايه من خلال مجلس الاداره، من خلال كل المنظومه، كل الادارات داخل النادي الاهلي، الاداره التنفيذيه، كل الناس هيقدروا باذن الله باذن الله يعدوا هذا الموقف. بالمناسبه كابتن سيد عبد الحفيظ متواجد مع كابتن محمود الخطيب هناك في المانيا، سافر له خلاص، واكيد هيكون في مناقشه لكل الامور المتواجده بالنسبه للنادي الاهلي وكيفيه تعديل كل الازمات او كيفيه تعديل كل المواقف الخاصه بالفريق خلال المرحله المقبله لاسعاد جمهور النادي الاهلي كالعاده، وفي تركيز كبير جدا على تخطي هذه المرحله المهمه. اسامي كبيره انا قلتها لكم ان هي او انتم كمان عارفينها بشكل كبير جدا غايبه عن النادي الاهلي في المرحله دي، ما بالك كمان لما هيكون في اضافات كبيره وصفقات كبيره، وده تاكيد يعني كلام مش يعني مش بنقعد نقول كلام مسكنات بالنسبه لجمهور النادي الاهلي او ما حدش من الاهلاويه بيقول كلام مسكن، الكلام كله حقيقي، ان شاء الله هيكون في صفقات لان النادي الاهلي فعلا محتاج صفقات، محتاج تدعيمات خلال المرحله المقبله، وده كان كلام كمان كابتن سيد عبد الحفيظ اقام باعمال مدير الكره في هذه الفتره مع النادي الاهلي، وقال الراجل امبارح بعد المباراه ان هيكون في تدعيمات مهمه جدا سواء من ناحيه الجهاز الفني او من ناحيه اللاعبين، وده شيء بديهي ومنطقي جدا وطبيعي جدا في الفتره دي النادي الاهلي يضم افضل العناصر اللي على الساحه سواء في مصر او خارج مصر، بعض التعديلات ممكن تحصل ان شاء الله يكون اضافه قويه بجانب اللاعبين المتواجدين خلال المرحله دي، ويقدروا ان شاء الله يساهموا مع الفريق بشكل كامل ومع النادي الاهلي والمنظومه كلها بشكل كامل خلال الفتره الجايه في حصد العديد من الالقاب. عندنا لسه بطوله الدوري، بطوله كاس مصر، بطوله دوري ابطال افريقيا كمان السنه دي هتخلص في مده وجيزه جدا، مهم جدا النادي الاهلي يعدل وضعه، مهم جدا النادي الاهلي يرجع يسعد كل جمهوره. في ترقب كبير جدا من جمهور النادي الاهلي الفتره دي ان النادي يعدل وضعه، ان النادي ان شاء الله بطوله الدوري ينافس فيها، خصوصا انت عندك عدد من المباريات في وقت وجيز جدا. وده كمان هيخلينا او هيخلي ان يكون في دافع عند جمهور النادي الاهلي خلال الفتره دي ان هم يساندوا المجموعه الحاليه من لاعبي النادي الاهلي، لان هم الناس دي عندهم لسه 6 ماتشات تقريبا خلال شهر 12 كله
في الدوري، فبالتالي مهم جدا ان احنا نساندهم لان هم المتواجدين دلوقتي، وان شاء الله يقدروا يأدوا بالمستوى المطلوب والمستوى بتاعهم الحقيقي. ممكن يكونوا بيعدوا بفتره من اسوأ فتراتهم خلال المرحله اللي فاتت، لكن ان شاء الله لازم المسانده مهمه. من غير مسانده النادي الاهلي هتبقى الامور اصعب، لكن مهم جدا يكون في مسانده من قبل جمهور النادي الاهلي، وده المعتاد دايما من جماهير النادي الاهلي في كل مكان. دي مقدمة كانت يعني لابد منها، وخصوصا ان اكيد في حالة حزن كبيرة جدا عند الناس بعد هزيمة النادي الاهلي بالامس. هي مش نهاية المطاف، بالعكس هي ممكن تكون بداية للنادي الاهلي ان شاء الله لتصحيح الاوضاع، او استكمال للبداية. خلينا نقول استكمال للبداية، المفروض البداية كانت طبعا مع النهائي الافريقي، لكن هي فترة او دروب حصل للفريق ان شاء الله هيتم تعديله. فان شاء الله المساندة وكل المساندة من كل الاهلوية للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، وكلنا وراه ان شاء الله لحد ما يرجع النادي الأهلي للفوز بمختلف المباريات والبطولات زي ما الكل متعود دايما إن شاء الله.